السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أخبار النادي الأهلي والمؤتمر الصحفي اللي عمله ويتم تماني وكابتن النادي الاهلي محمد الشناوي وشكر النادي الاهلي لنادي كايزر تشيفز، شكر من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. قبل ما نتطرق لهذه التفاصيل، خبر بخصوص عبد الناصر زيدان وتامر امين. انباء على ان تامر امين رافع قضيه على عبد الناصر زيدان بيطالبوا فيها بتعويض قدره 10 مليون جنيه. ايه الارقام دي يا عم الحاج؟ ايه الارقام دي يا تموره؟ والسبب بيقول ان عبد الناصر زيدان قام من خلال بعض مقاطع الفيديو بسبه وقذفه. انا للامانه ما شفتش الفيديوهات وما اعرفش القصه، لكن السؤال يعني تامر امين يعني زي ما بيقول كده اخطا وعانى ويلات رفع القضايا ضده. يعني كان اخر شيء اتكلم فيه تامر امين واخطا فيه كان تجاوزه في حق اهلنا في الفلاحين والصعايده، لما اتكلم عن بيخلفوا بنات عشان يشغلوهم خدمات وكلام من هذا القبيل، وتم رفع عليه عدد من القضايا. ايضا كان انباء على انه تجاوز في حق عارضه ازياء مصريه مقيمه في الامارات وتدعى ماريهان كيلر المعروفة إعلاميا بالفتاة التي قام بعض لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها في أولى مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في القاهرة. كان تامر أمين يتكلم بقى عنها وشكلها ومش شكلها والكلام ده كله، وهي رفعت قضية ضد تامر أمين وبالفعل كسبتها، وكانت هتطالب بتعويض يقطم ظهر تامر أمين، إلا أنه توصل لاتفاق بانه يظهر من خلال فيديو يعتذر ليها، وبالفعل عمل فيديو اعتذر ليها. ليه بقى يا تموره وانت عانيت ويلات هذه الامور تسلك هذه الطرق؟ ما كان طلبت الراجل باعتذار لو هو كان اخطا او وسطته حد ما بينكم، الموضوع خلص يعني. لكن هو معقول كل واحد يتكلم يتحبس او يتكلم لاراء لو كانت اراء، لكن لو فيها تجاوزات كل واحد يتحاسب. لكن انا اتمنى ان الامور تخلص بصلح يعني، او ناس تتوسط تهدي الامور يعني. فتموره زي ما بيقولوا كده من شرب من الكاس، المفروض يعني او اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. كنت انت هتتشيع من خلال عدد من القضايا التعويضات، ولكن انت حليت القصه باعتذار. ممكن ناس تتوسط الموضوع يخلص يعني. على نفس تموره على نفس غرار خالد الغندور كان طلب 10 مليون وتقريبا اتحكم له بنص مليون، وعبد الناصر زيدان برضه هيستأنف في الموضوع او جاري في اجراءات الاستئناف على التعويض اللي صدر لصالح خالد الغندور بسبب اغنيه موجوده على السوشيال ميديا على صفحه نشرها كان عبد الناصر زيدان غناها بصوته عبد الناصر زيدان يعني. ده بالنسبه لموضوع عبد الناصر زيدان وتامر امين. بوفون الاسطوره الايطاليه حارس مرمى الايطالي بيتكلم عن حارس مرمى باريس سان جيرمان دوناروما والخطا الفادح الذي كلف او يعني كان احد الاسباب التي كلفت باريس سان جيرمان الخروج من دور 16 في بطوله دوري ابطال اوروبا على ايد ريال مدريد بهاتريك كريم بنزيما. الهدف الاول هو كان نقطه البدايه وكان خطا دوناروما لما ضغط عليه كريم بنزيما واستخلص الكره، مرر الكره دوناروما راحت لفينيسيوس جونيور، فينيسيوس مرر الكره تاني بالعرض لكريم سجل هدف الاول، وبعد كده راح هوب الهدف الثاني، وبعد هوب راح التالت، وبعد كده كل عام وانت طيب باريس خرج وقال لك ناصر الخليفي عمل. واحنا نقلنا الانباء اللي كان اتكلمت عنها صحيفه ماركا الاسبانيه وانه دخل الحكام وكسر، لكن على ما يبدو ان مفيش حاجه من هذه الامور اللي نقلتها صحيفه ماركا حدثت يعني، كلها اكاذيب وافتراءات على ناصر الخليفي. فبوفون حارس مرمى الايطالي بيدافع عن دوناروما وبيتكلم عنه هو حارس مرمى كبير، حارس مرمى منتخب ايطالي عنده من خبرات ما يكفي، والخطا ده مش هياثر عليه بشكل يعني
كبير خلال هو مباراة وانتهت، وقال للأمانة لو هذا الخطأ ارتكب في إيطاليا كان سيتم إلغاء الهدف، لكن ربما الحكم حس إنه لو تم إلغاء الهدف سيصاب جماهير ولاعبي ريال مدريد بالجنون، فكأنه بيقول إن الحكم تغاضى عن احتساب مخالفة لصالح دوناروما. بالنسبة للنادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أرسل خطاب صباح اليوم إلى كايزر موتونج رئيس نادي كايزر تشيفز. الراجل الكابتن محمود الخطيب ده ربنا يديله الصحة ويعافيه، بيتابع يعني تعبان ومريض، المفروض واخد غياب عن مجلس الإدارة، لكنه بيتواصل باستمرار مع الأهلي في جنوب أفريقيا، بعث الأهلي مع رئيس البعثة محمد شوقي، مع حسام غالي، مع السفير، مع الكل كليلة، وأمح ومدير التنفيذ سعد شال، كل حاجة الكابتن محمود الخطيب موجود فيها، وكمان بيرسل خطاب لنادي كايزر تشيفز بيشكر فيه على الثقة واللفتة الطيبة التي قام بها النادي الجنوب أفريقي من خلال تكريم بعث النادي الأهلي المتواجدة في جوهانسبرغ لمواجهة صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا بكرة الساعة 3 إن شاء الله السبت الساعة 3. وأشاد رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب باهتمام نادي كايزر تشيفز ببعث النادي الأهلي وحرصهما أو حرص النادي على تواجد وفد من النادي الأهلي لتكريم البعثة والترحيب بها في جنوب أفريقيا وتقديم الهدايا التذكارية لها. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه ومجلس إدارة النادي الأهلي لموقف نادي كايزر تشيفز، ورحب بالتعاون والتنسيق مع النادي الجنوب أفريقي خلال المرحلة القادمة بما يخدم مصلحة الكرة الأفريقية. النهاردة زي ما انتم عارفين كان في مؤتمر الصحفي قبل مباراة النادي الأهلي كايزر تشيفز، حضر محمد الشناوي والمدير الفني النادي الأهلي باسم سيماني. محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي أكد أن مباراة صن داونز غدا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية، وأكد أن الفريق استعد لها جيدا قبل الحضور إلى جنوب أفريقيا. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذي عقد ظهر اليوم الجمعة، قال محمد الشناوي أن الأهلي بيسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد، خاصة أن التوفيق لم يحالف الأهلي في مباراته الأولى في القاهرة. ووجه محمد الشناوي التحية لنادي كايزر تشيفز بعد الاستقبال الجيد من جانب مسؤوليه لبعث النادي الأهلي أمس قبل التدريبات، وحرصهم على تهيئة الأجواء لأداء التدريبات في جو مثالي، فضلا عن توفير أجهزة وأدوات الاستشفاء عقب الانتهاء من التدريبات. وأضاف محمد الشناوي قال إنه على الرغم من أن كايزر تشيف كان أحد المنافسين في البطولة الماضية، إلا أن الاستقبال كان رائعا من كافة الوجوه، وهذا يدل على العلاقات الطيبة بين الأهلي وكايزر تشيف، وهذا هو دور الرياضة دائما في توطيد العلاقات بين الأندية. بيتسو بوتسيمان المدير الفني أيضا قال في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، وقال إنه بيعرف الجهاز الفني لنادي صن داونز وبيحترمه بشدة، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم والتنافس المستمر، وقال إنه بيدخل المباراة بحثا عن الفوز للأهلي وليس لإثبات قدراته كمدير فني. وقال موسيماني إن تدريب الفرق الكبيرة زي النادي الأهلي وصن داونز بيضع المدير الفني تحت ضغوط مستمرة ولا مجال للخسارة، وكان اللقاء الماضي في القاهرة خسارة تعني الهبوط للدرجة الثانية، ولا مجال للخسارة، وكأن خسارة أي لقاء تعني الهبوط للدرجة الثانية بالنسبة للفرق الكبيرة يعني، وأنه توج مع النادي الأهلي بلقبين بطولة أفريقيا وبيسعى بكل قوة نحو اللقب الثالث على التوالي، وصن داونز أيضا عنده دوافع الفوز بعد غيابه عن التتويج منذ 7 سنوات. وقال المدير الفني ولمح انه بيتقبل هذه الضغوط بشكل طبيعي في ظل عمله مع فريق كبير بحجم النادي الاهلي، وقال الكل شاهد مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا والدوافع التي خرجت بالمباراه الى هذه النتيجه، وهذا حال كره القدم في كل مكان. وقال النادي الاهلي لعب مباراته الاولى في القاهره امام صن داونز وحصل على العديد من الفرص للتسجيل لكنه لم يوفق، بينما استغل صن داونز الفرصه وسجل هدف اللقاء. واكد انه لا يوجد سبب محدد للخساره، وانما هناك امور مثل الاجهاد وغياب التركيز وعدم التوفيق في اللمسه الاخيره. وقال موسيماني ان النادي الاهلي سيخوض اللقاء في ظل ضغط المباريات في افريقيا والدوري ثم رحله طيران شاقه
عقب مباراة بيراميدز وإن صن داونز حصل قبل مباراة الذهاب على وقت كافي من الإعداد، وقال إن نادي كايزر تشيفز اللي استضاف المران أمس نجح في توفير إمكانيات مميزة وإنه سعيد بالعلاقة التي تجمع الناديين على الرغم من إن التنافس بينهم في بطولة إفريقيا، وقال سنخوض المباراة بتركيز شديد واندفاع ولدينا دوافع كبيرة ونحن هنا من أجل الفوز لتعويض النقاط اللي خسرناها في ملعبنا، والأهلي المرشح الأبرز دائما، لذلك الضغوط على صن داونز وليست على النادي الأهلي. وعن احتمال طلب جنوب أفريقيا استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا قال إنه يتمنى ذلك وأن يتوج مع النادي الأهلي باللقب في بلاده التي أكد أنها تملك إمكانيات مميزة وسبق لها استضافة كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، وأن ميسي سبق له اللعب على ملعب سوكر سيتي الذي يستضيف مباراة النادي الأهلي وصن داونز، وعن استمراره مع الفريق بعد تمديد عقده قال بناء فريق قوي يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين، ومع الفرق الكبيرة لا يمكن شراء الوقت، ما ينفعش مع الفرق الكبيرة تشتري الوقت، ولكن يمكن اختصار ذلك من خلال الانتصارات. أرسن فينجر احتاج لفترة ليصنع الإنجازات مع أرسنال، وأليكس فريكسون مع مانشستر يونايتد، والآن بيب جوارديولا مر عدة سنوات ولم يحقق دوري أبطال أوروبا، لذلك يجب الصبر على المدربين. واختتم كلامه وتصريحاته وقال لكي تنجح قاريا يجب الفوز محليا، وشعار النادي الأهلي مدجج بالنجوم التي تعكس هذه الصفة. حتى مانويل جوزيه احتاج عدة سنوات للنجاح، ولاعبو الأهلي بدأوا في تفهم فلسفتي وسويا سنحقق النجاحات، وبعد مرور عامين يتشبع اللاعبون بفكر الجهاز الفني ويصبح الفريق أشبه بطائرة تعمل بدون طيار. ده بالنسبة لكلام بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي، دعواتكم للنادي الأهلي إن شاء الله بكرة بالفوز على صن داونز والعودة من جنوب أفريقيا بالثلاث نقاط. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.